السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. تنقدم لكم شقة مدينة تمارة في موقع زوين حي النصر الطابق الثالث بلاسونسور والكراج. المساحة ديالها 73 متر قريب لك أسواق السلام. شغادي نقول لك الثمن جد 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 مناسب وقابل للتفاوض مباشرة مع المالك ديال الشقة. المزيد من المعلومات تواصلوا معي على الرقم الظاهر أسفله. وقبل ما نشوفوا الفيديو كنرحب بكم الوكالة ديالي مدينة الرباط يعقوب منصور من أجل الزيارة من أجل الاستفسار. ما نطولش عليكم، خليكم معنا وشوفوا لي ديتاي ديال الفيديو. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في الفيديو هذا. كنتواجدوا مدينة تمارة وبالضبط حي النصر كما قلت في الفيديو. المساحة ديال الشقة 73 متر، وش غادي نقول لك كتواجد في الطابق الثالث بالمصعد، وعندك بلاصه ديالك في الكراج وبلاصه ديالك في السطح. الشقه تبارك الله مصلوحه مزيان، الصليح ديالها زواون، واللي مزين هذه الشقه بزاف وهي انها قبليه. يعني شنو هي قبليه؟ انها مشمشه مزيان، يعني ما عندكش مشكل ديال الرطوبه، وقبليه وكازاويه فهمتي كيفاش. مولاها الله يعطيه الصحه، ملي شراها راه قام واحد الاصلاحات اللي هي زوينه. كتشوفوا الصباغه خيال، وبعض الديكورات البولات الالومنيوم، يعني اش غادي نقول لكم. اقسم بالله راه فاش كنحط شي شقه بخصوص نهار الاثنين عرف بلي هذيك الشقه راه شي حاجه زوينه. ملي كنحط شي حاجه بالاثنين وملي كنفتحوا بشي حاجه عرف بلي راه كاينه شي حاجه دولوكس زوينه. عندك كما كتشوفوا معايا صالون، شوفوا تبارك الله كيفاش مخدوم، كيفاش منقوش، كيفاش فهمتي. يعني صالون وعندك هنا سيجور، فهمتي، يعني راه قليل فين تلقى دي زابارتومون اللي مخدومين بهذه الطريقه هذه. منين يعني عندك صالون وعندك سيجور فين تجلس وكل شيء، يعني تقدر واحد ديك الغرفه اللي غدير فيها انت بيت الجلاس تقدر تردها شومبر اكوشي ولا شي حاجه ديال الدراري. هنا عندك لا كويزين، فوالا هنا الدخله عندك لا كويزين. شوف تبارك الله البيبان تا همايا مخدومين مزيان. لا كويزين ها هي كيف ما كتشوفوا قدامكم. شوفوا الشميشه فين داخله مشمشه تبارك الله، الكارتي زوين ونقي وقريب لك اسواق السلام. اسواق السلام حداك هنا مستقبلا غيدوز التراموي، هنا غادي يدوز التراموي. وهذا الكارتي هذا راه عاطي بالظهر لشارع الحسن الثاني، وقريب لك جميع المرافق حتى لاكار ديال التران هي قريبه. قريب لك داك المجمع اللي فيه لي مول اللي فيه وايكيكي و ديكاتلون اكسيتيرا. مهم اي حاجه بغيتيها كاينه قريبه منك من هنا. فوالا هنا سميتو هنا طواليت لافابو، هنا عاوتاني دوش ولافابو، يعني كل حاجه بوحدها سيباري. انا ضد الصراحه يكونوا مجموعين الطواليت والدوش، ضد يكونوا مجموعين في بلاصه واحده، صوفي الا كانوا مدوبلين. ملي كيكونوا مدوبلين راه تتكون تجي تحس كاين شويه ديال الاتساع. المهم ما كاينش الغموليه، ما كاينش الحيط تيتقشر. سميتو هنايا شومبر اكوشي، شومبر اكوشي زوينه بزاف، فيها البلاكار ديالها كما تنقولوا مشمشه دودي. شنو هي دودي؟ يعني مشمشه قبليه ومشمشه كازاويه. ستور جورينوي بابي بان في الحيط، الدار راه غتباع بدون اثاث. سميتو ريدو الكتريك على البالكو كما تنقول لكم. لا زون زوينه، لا زون نقيه بزاف، ما فيهاش صداع الراس، كارتي كالم، يعني ساكنين فيه ناس حتى همايا مزيانين نقيين الله يعمر لهم الدار. كي اللي تيقول لك انت باش عرفتي دوك الناس نقيين؟ كنعرفو حنا راه الاحياء راه كاين، انا راه فهمتي، يعني راه حنا راه تنعرفو لا زون ديالنا شكون اللي فيها وشكون اللي ساكن فيها، هي باش تعرفوا شنو كاين وصافي. وما كنعرضوا عليكم العقار الا وكنكونوا عارفين عليه بزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبه للثمن وهو 69 مليون قابله للتفاوض مباشره مع المالك ديال الشقه. 69 مليون مباشره مفاوضات مع مالك الشقه. هنا شومبر اكوشي ديال الدراري الصغار، عندك وليداتك ولا شي حاجه، ها هي شومبر اكوشي زوينه. يعني هنا في هذه الضربه الزوينه راه ما عندك ما تصلح، غتدخل وغتسكن. والبلاكار ها هو مصيب، ها هو بلانيمينيوم
فوبوا، هذا اللون هذا كيتسمى فوبوا، يعني حيت كيكون كيشبه الخشب شويه. وهذا ما كان. المهم عطيتكم جميع المعلومات اعزائي المشاهدين، وصلنا تقريبا النهايه ديال الفيديو. المزيد من المعلومات تواصلوا معايا على الرقم الظاهر اسفله، وشكرا لكم والى اللقاء لفيديو قادم ان شاء الله. عندك دار، فيلا، شقه او محل تجاري وبغيتي تبيعه ومازال ما لقيتيش الشاري، كتقلبوا على عقار البيع ومازال ما لقيتوش داكشي اللي كتقلبوا عليه. عندكم مشروع تجاري او شركه وبغيتوا تطوروا خدمه التسويق والاشهار، شنو كتسناو؟ اتصلوا بيا دابا. مرحبا بكم معنا اعزائي المشاهدين بحلة جديده، معكم بدر مرواني اختصاصي في التسويق العقاري والاشهار وكذلك المشاريع. فرق العمل غادي يقوم بحملات اعلانيه وفيديو احترافي للعقار ديالكم او المشروع ديالكم باش تحصلوا على نتيجه ايجابيه واللي ترضيك. هذا الفيديو موجه لك كشخص باغي يبيع او كيقلب على عقار ايضا، ولكن انت وكيل عقاري او وكاله عقاريه، ممكن تكون بيناتنا شراكه وتبادل المشاريع. ايوا شنو كتسناو؟ تواصلوا معايا دابا على الرقم الظاهر اسفله، سواء عن طريق مكالمه او واتساب، باش نتفاهموا على طريقه العمل وشروط البيع. وما تنساوش تابوناو في قناه يوتيوب بالرابط الفيديو باش يوصلكم الجديد عن طريق عقارات ومشاريع وايضا نصائح وبودكاستات. وشكرا لكم على المشاهده.